مساء الخير على السادة المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف وحكاية. وزي ما عودناكم إن شاء الله ضيف وحكاية هيكون نافذة لعرض مواهبكم وعرض أفكاركم وعرض حتى مشاكلكم، هيكون نافذة لتبني مواهب الشباب المتميز اللي احنا دايما بنبقى عايزين نقدمهم قدوة لكل الناس. النهاردة معانا شباب متميز جدا جدا، إن شاء الله هتبقى حلقة تعجبكم. بس قبل ما نرحب بيهم تعالوا نتفرج مع بعض على الفيديو ده. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، وقبل ما نتكلم عايزين إن احنا نشكر القائمين على القناة، الناس فريق إعداد محترم جدا، ونشكر كل الناس، مش عايز أقول الأسامي عشان ما ننساش حد يا جماعة. ونرحب بالشباب اللي معانا. أول حاجة الأستاذة الباشمهندسة يمنى، ازيك عاملة ايه اخبارك ايه؟ منورة البرنامج ده نورك. ونرحب بالباشمهندسة شيماء جمال، عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. ازيك يا استاذ؟ انا النهاردة والله عايز استغل ان انتوا بقيتوا موجودين معايا، وصراحة فرحان جدا نكون مجموعة بنات وعاملين حاجات كويسة قوي، ويعني مفيش في حتة ان انا النهاردة بنت فعندي مشاكل وعندي امور مع اداني او تحديات بقابلاني. بس عايز ان انا النهاردة اوضح للناس اكتر فكرة عن المشروع. لو انا مثلا عايز اقول الباشمهندسة يمنى ليه اخترتوا المشروع ده؟ والله انا بحكم دراستي ان انا متخرجه من كليه فنون تطبيقيه قسم جرافيك، فانا حبيت ان انا اكمل في مجالي، ما اقفش دعايه واعلان يعني. فحبيت ان انا عايزه افتح مشروع، اللي هو انا اول ما خلصت دراسه انا عايزه اشتغل، مش عايزه افضل قاعده. شبه مثلا يعني اكتر متخرجين يا بيخلصوا دراسه وبيقعدوا، يا اصلا بيشتغلوا في مجال غير مجالهم نهائي. صحيح. فاللي هو انا حبيت ان انا اعمل مكتب صغير ليا، بس كنت عايزه حد يشجعني، عايزه حد يساعدك ويشجعك. بالظبط. فما لقيتش اللي قدامي، حسيت ان ما لقاش اللي قدامي الا شيماء. طب ليه شيماء؟ يعني صاحبتي من واحنا صغيرين، من الحضانه يعتبر، من كيجواني يعتبر، ربنا يديمها. ونفس الدماغ وفاهمين بعض، مش لسه مثلا هشوف شريك ان هو اتعرف عليه من اول وجديد. فانا حسيت ان شيماء هي اقرب واحده ليا، فكلمت وحسيت ان هي موافقه، وهي كمان برضو كده. طب وشيماء يعني هي ما شاء الله ده محور دراستها وهي اتشجعت تكمل، طب وانت بقى دخلت الدعايه والاعلان ازاي؟ هو الفكره كلها انا يعني خلصت برضو دراستي، فكان نفسي ان انا اعمل مشروع، بحكم ان انا مهندسه مساحه، فالطبيعي ان صعب برضو بنات تنزل موقع وكده. فطبعا على ما قلت انا مأجله الموضوع، يعني انا ان شاء الله ناويه برضه اشتغل في مجالي، بس قلت بدل ما انا قاعده على ما الموضوع يحصل وكده، فبتكلم انا ويمنى بندردش عليه، طب ايه رايك نعمل مشروع بتاع. فقالت لي انا برضه في دماغي الموضوع، طب انت ايه رايك بما ان احنا الاثنين برضه الى حد ما عندنا اللمسه الفنيه من واحنا صغيرين، يعني احنا بنعرف نرسم كويس، يعني رسم سواء بالفحم سواء الوان احنا ما شاء الله يعني. فقلت لها خلاص تمام يلا، ويعني زي ما تيجي. طب لو انا عايز يا باشمهندسة يمنى اقدم للساده المشاهدين فكره عن مشروع، فكره اللي انتم مسمينه فكره للدعايه والاعلان، لو انا عايز اعرفهم انتم بتعملوا ايه، تقول لهم ايه؟
احنا كمكتب دعايه واعلان طبعا الدعايه والاعلان لها مجالات كتير جدا، تمام؟ فهو سواء عميل بيجي لنا معاه مشروع صغير مع شركه كبيره ايا كان، هو بيجي بيطلب انا عايز دعايه واعلان سواء سوشيال ميديا او على ارض الواقع اللي هو، فاحنا بنقدم له كل حاجه اللي هو كسوشيال ميديا طبعا، ديزاين على يعني على الفيس واعلانات مموله وهكذا وكل حاجه، وعلى ارض الواقع كان بنبتدي بقى بالبنرات طبعا، بروشور، فلاير، بزنس كارد اللي هي كروت شخصيه، يعني بنقدم له كل حاجه. بتعملوا حاجات كتير. وبس فاحنا بدانا ان احنا نلاقي مشروعنا يعني بيبتدي يكبر معانا واحده بواحده، فاحنا قلنا طب ليه نضيف، ما عايزين نضيف اضافات عليه. فحبينا ان احنا نضيف شيماء، بقى كانت فكره شيماء ان احنا نضيف الاضافات ديت. طب يا شيماء، لو انا عايز اقول لك حاجه دلوقتي، اكيد انتوا بتقدروا او بتبقوا او بتستخدموا خامات كتيره. طبعا يعني في ناس عايزه تعمل دعايه ورقيه، ايه الخامات اللي ممكن تكون بتستخدميها في المكتب؟ يعني مثلا البنرات مثلا ليها خامات كتير جدا، يعني مثلا البنرات في منها اللي هو الخامه الجلد، تمام؟ وبرده الجلد فيه انواع، وفي برضو بنرات بتبقى يعني بتبقى عباره عن خامه كلادن، خامه اسمها الكلادن، وفي حاجه ستيل سواء بقى نحاس سواء استانلس، في برضو خامات بيخش فيها ازاز على حسب طلب العميل اللي داخل، يعني هو مثلا او بمعنى اصح الميزانيه اللي حاططها ايه، فاحنا بنحاول نوصل له اللي هو عايزه في حدود اللي هو المتاح ليه. اكيد، لان الناس اكيد اللي بتيجي تتعامل معاكم بيبقى برضو يعني لسه بادئ مشروع وعايز اللي يقف جنبه كده، بيبقى قلقان الله اعلم هيكمل لا، فاحنا الى حد ما بنحاول نديله يعني المساحه اللي هو حاططها لنفسه، وفي نفس الوقت برضو بنحاول نقنعه بالافضل ليه. بمناسبه الاقناع، لو عايز اسال باشمهندسه يمنى، لما يجي لك عميل هل انت كل القصه ان انت بتعملي له الحاجه اللي جاي يقول لك عليها، ولا انت ممكن تساعدي في اختياراته وتقدري ان انت تقفي معاه؟ استاذ جمال، والله مش عايزه اقول لك ان الموضوع ده بيقابلنا كتير جدا من اول ما بدانا اصلا، اللي هو العميل جاي هو اصلا حاطط اللي هو ايه، جاي بصوره معينه انا عايز اعمل زيها بالظبط، سواء بقى ناجحه معاه اصلا او الفكره أو اللي تنفع هو جاي مشروعه ما تنفعوش بالظبط، او تنفع معاه اصلا في مجاله اللي هو جاي فيه او لا، هو مش شايف كده، انا شايف الفكره دي انا عايزه انفذها وخلاص. فاحنا بنحاول طبعا ان احنا نقنعه بوجهه نظرنا، اللي هو لا احنا هنعمل لك تصميم حلو، تصميم جديد، تصميم غير الناس، عشان يمشي مع مشروعك الصح والغلط وهكذا. فاللي هو تمام بيحاول يقتنع طبعا، وبيشوف وبيلاقي انه احسن ان انا اعمل تصميم جديد طبعا، فاللي هو بيلاقي ان ده احسن ليه بدل ما اقلد وخلاص. والله دي حاجه كويسه طبعا، لان النهارده لو حد جاي عايز يعمل اي دعايه وهو مش فاهم او واخدها تقليد زي ما في ناس كتير بتعمل، ان واحد صاحبه فتح مشروع وهو مشروعه غير المشروع وعايز يعمل نفس الدعايه، فممكن فعلا الموضوع يجي عليه بالفشل، ويبقى محتاج حد يقنعه ويكون عنده امانه، لا بلاش كذا خلينا في كذا. ايوه طيب، انا عايز اقول حاجه تانيه، انتوا يعني بنتين ودخلتوا في حاجه جديده وحاولتوا انتوا تنجحوا فيها، بس اكيد في تحديات قابلتكم. يا كتير قوي قوي قوي. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا في البدايه فكره ان احنا بنتين، يعني احنا نقدر نعمل حاجه، او ان احنا مثلا هنقدر فعلا نخرج شغل، يعني هننتج شغل، وفي الاول طبعا تريقه يعني تمام، وبالذات يعني من الناس عارفينها اللي هو انت يعني خلاص انتوا بقى اللي هتشتغلوا في وسط الرجاله يعني ما ناقصه، بس عادي بقى اللي هو احنا اصلا خدنا الموضوع عندي بقى، لا احنا هنعمل يعني احنا هنعمل، والحمد لله بداناها صغيره قوي والحمد لله دلوقتي. يعني ايه التحديات يا باشمهندسه يمنى اللي ممكن تكون بالنسبه لك كانت حاجه صعبه قوي؟ كانت ان انا ادخل السوق، يعني ان انا ادخل السوق في وسط اكتر فعلا المكاتب بتاعه الدعايه والاعلان اللي ماسكها يعني عفوا اللي هي رجاله، يعني اللي هو ايه انا داخله سوق في وسط فعلا رجاله، فاللي هو المنافسه بالنسبه لي كانت صعبه ايا كان بقى، وتحديد طبعا المكان ان انا ابرز شغلي فيه وابرز حاجتي وابرز تفكيري او افكارنا الجديده غير الاستنباط اللي الكل ماشي عليها، يعني انا كانت بالنسبه لي كانت مشكله كبيره جدا بالنسبه لي ان انا ماشيه ان كل عميل بيجي لي بعمل له حاجه جديده، في ناس كتيره جدا اللي هو لا طب وليه، طب ما تمشي على نفس الاستنبه اللي احنا كلنا ماشيين عليها، ما تتعبيش نفسك. فانا اقول لهم لا، انا
انا عايزه اتعب نفسي، انا حابه يعني كده. يعني انت حابه تتميزي، مش قصه ان هو مشروع عايز تجيبي منه دخل وخلاص. بالظبط، فده كان تحدي طبعا بالنسبه لنا قبل ما يكون اصلا فعلا زي ما حضرتك بتقول ان انا ادخل فلوس وخلاص، لا انا عايزه اثبت نفسي في المجال ده. يعني فده بالنسبه لي كان تحدي كبير جدا. طب يعني فكره البيت والاسره وان انت توفري وقت. والله انا يعني احيانا مثلا ممكن يا باشمهندس يومنا مثلا واحنا بنتكلم مع حد فيقعد يقول ايه والله طب انا نفسي بس انا ما عنديش وقت، ده انا مش عارف. انت فاهمه؟ ايوه. ده النهارده نرد على الناس دي نقول لهم ازاي يعني؟ او نقول طبعا لهم إيه؟ على حسب الشخص اللي معاك. يعني انا متجوزه، فحسب الشخص اللي معايا، هو متفاهم جدا معايا وموافق جدا ان اشتغل، وهو شايف ان انا صح. وغير يعني انا معايا بنتي مثلا ناديجه، فاللي هو طبعا يقول لي طب انت بتسيبها فين مش عارفه ايه وحرام وبيتك ومقصره، فاللي هو لا انا مامتي معايا بتساعدني بوديها لها، فاللي هو لا انا هتحدى وهم كلهم في ظهري، فكل بيساعدني، فاللي هم شايفين ان انا بعمل حاجه صح، وهم شايفين ان انا عايزه اعمل حاجه صح واثبت نفسي. فده كان مساعدني اكتر. طب لو انا عايز اسال يعني شيماء واقول دلوقتي، لو انت شايفه في ناس مبتدئه وعايزين يبداوا مشروع جديد بس خايفين، يعني احيانا يقول لك ايه انا والله نفسي اعمل بس خايف، الناس الخايفه ديت انت ممكن تنصحيهم بايه؟ ما هي الفكره، لو الفكره كلها خوف احنا تانينا واقفين مكاننا. يعني صحيح. احنا مش هنتقدم قدام خالص، هنتانينا واقفين وثابتين، لا احنا هنجرب. ومعلش يعني الحياه كلها تجارب، مش في شغل بس عموما. صح. ده حتى مع الاشخاص، احنا بنجرب مع الاشخاص، لينا تجارب كتير، يا تفشل يا تنجح. وفي نفس الوقت برضو احنا ما نقفش، يعني حتى لو انا فشلت في مجال معين، لا اجرب في مكان، الاقي نفسي في مكان تاني. انا ادام انا مش لاقي نفسي في المجال ده، اكيد مش هقف واقول لا ده الظروف ومش عارفه ايه، لا طبعا. لا احنا هنكمل وادور في مجال تاني. يمكن انا، ما كل واحد برضو يعني كل واحد ليه حته كده بتاعته بمعنى اصح، فان انا امشي فيها ادور عليها، افضل ادور عليها لحد ما الاقيها واتميز فيها، ده الى حد ما ده حاجه كبيره جدا. بس فالحمد لله. طب انا عايز اقول لبشمهندسه يمنى، لو دلوقتي النهارده انت بتوجهي برضو نصيحتك ليهم، خاصة لما بيكون في حد فيهم عايز يبدأ وفي نفس الوقت هو معلش يعني شايف الفلوس اللي معاه بسيطة، انت عارف عشان ياخد مكان، ايه نصيحتك بتجربتك مع ان انت تبقي ليك شريكة وانت بتقول عليها ان هي يعني الانتيمة بتاعتك؟ ايه نصيحتك للناس دي؟ هل هو فعلا يتنيه واقف ولا يدور على حد ويشاركه؟ هو عادي ممكن يقف، يعني ممكن يشتغل بنفسه، بس اللي هو ما يقفش فعلا زي ما باشمهندس شيماء قالت، اللي هو ما تقفش، اللي هو لا اشتغل. حتى لو انت هتبتدي من الصفر، ما انت في ناس كتيره جدا يعني فعلا ابتدت من الصفر وبقى دلوقتي حاجه كبيره جدا. طيب يا شيماء، لو انا عايزه اقول انت لو عايزه تشكري حد هو شايفه ان هو كان سبب في نجاح المكتب فكره للدعايه والاعلان. في الاول طبعا يعني والدتي ووالدي، ده اول حاجه يعني بعد ربنا اكيد يعني. بس فعلا هم فعلا يعني هم كانوا واقفين، وكان غير التشجيع، غير اللي هو انت يعني انت اللي هتنزلي في وسط الناس يعني. بس فعلا والله بجد كانوا هم لا كملي. ساعات نرجع شويه ونتضايق من الكلام ومن المحاولات وكده، بس بالفعل هم اللي لا كملوا، لا احنا معاكم هنشوف، احنا ذات نفسنا فرحانين بالنتيجه اللي انتم مطلعينها. في وراكم تيم ولا انتوا الاثنين اللي بتقوموا؟ لا معانا شباب اصغر مننا شغالين معانا، يعني معانا جعفر ومعانا محمد ومعانا احمد، دول شغالين معانا، هم اللي بيتحركوا بمعنى اصح في المجال بره. يعني لما بنبقى نازلين مثلا ياخدوا ينزلوا مع العميل يشوفوا احتياجاته ايه، وانا وباشمهندسه يمنى بنفضل في المكان عشان نستقبل العملاء وكده، وبرده نكمل شغلنا. يعني احنا كلنا بنكمل بعض، لو حد فيهم نقص بالفعل اليوم بيبقى بايظ، بيبقى مش مترتب. فبس الحمد لله يعني احنا الى حد ما كلنا مكملين بعض، ودماغنا يعني شبكه كده بواسطه بعضها. لو الباشمهندسه يمنى عايزه تشكر حد وشايفه ان هو لولا وجوده ما كانش المشروع نجح. كتير قوي برضه، ماما وبابا برضه طبعا، يعني هم اللي شجعوني اكتر ناس. وطبعا علي جوزي طبعا، ده ليه ده لازم علي ده اهم حد. طبعا حد كمل. طيب طبعا وطبعا ندى يا شيماء انت نسيتها في التيم بتاعنا عشان ما تزعلش. بس يعني طيب انا كنت عايز اقول والله يعني النهارده حلقه شباب مستقبل او مستقبل الشباب،
انا شايف ان احنا يا جماعه اللي بنصنع المستقبل. انا النهارده لما اكون معايا تيم زي كده بدا من الصفر، بدا يحقق نجاح كبير ويحقق شهره ويحقق حتى مكاسب ماديه، الناس قابلتها تحديات وصعوبات وكونهم اصلا كبنتين موقفوشي، ده ما يخليش الشباب اللي قاعد على المقاهي يحاول يفكر تاني ويعيد حساباته؟ ده ما يخليش ان هو يقعد يقول انا ايه صحيح اللي قعدني النهارده؟ الناس اللي قاعده مستنيه الدوله او الحكومه تبعت له لغايه عنده وتقول له تعالى اتفضل احنا عندنا كذا وكذا، ده ما يخليهوش ان هو يقول ان في ناس كتيره جدا شغاله في 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 مصالح حره او في في قطاع خاص اثبتت نفسها وعملت نفسها نجاحات. النهارده احنا عايزين نحرك دول، لان ما تنسوش ان النهارده البنات دول هم لهم في الاخر حد يكفلهم، لكن انت كولد او كشاب انت اللي المفروض منوط بك ان انت يقوم عليك البيت اصلا، فانت لغايه الان قاعد ليه؟ منتظر ايه؟ النهارده كنت حريص قوي ان احنا نبدا الحلقه النهارده بالشباب دول والبنات دول تحديدا، عشان يعني يبقى نموذج ان دول مع كونهم بنات ومع كونهم ان هم في حد هو ممكن يقدر يكفلهم ويصرف عليهم زي اهاليهم، الى ان هم كان كل واحده فيهم عندها طموح وبدات حتى اللي هو مش تخصصها بدات ان هي تتعلمه ويبقى تخصصها. النهارده لو انت بعد اللي انت شفته ده وانت مش عايز تاخد خطوه ولسه خايف ولسه قاعد على المقهى او مضيع وقتك، يبقى انت ما تلومش الا نفسك، لان الوقت اللي احنا فيه ده وقت شغل، وقت عمل، حياتنا قصيره وبتضيع. قبل ما هشكر ضيوفي زي ما انا عودتكم ان كل ضيف هيبقى ورا منه حكايه، الحكايه ديت هي تهمنا قوي. النهارده انا كنت مرتب ان انا احكي حاجه، لكن الاحداث حصلت في حكايه احزان مدينه زفته. مدينه زفته يا جماعه اللي ما يعرفش هي محافظه الغربيه، مدينه زفته يا جماعه ودعت شباب الاسبوع اللي فات من افضل الشباب اللي موجود فيها. انا يعني مش عايز اقول ان كل شيء بقدر وانا لله وانا اليه راجعون، لكن الحزن خيم على زفته قوي بسبب الوفيات ديت، لان سبحان الله هم مش شباب بس، هم اعز الناس في 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 بيتهم في بلدهم، هم محل احترام وحب لكل الناس اللي عارفينهم. مش عايز انسى حد فيهم، سواء ندى فوده ولا سمر العيدي ولا كريم القرني ولا كريم التاني ولا صلاح ولا غالي الله يرحمه احمد غالي ولا محمد محسن ومبارك، ربنا يا رب يصبر اهاليهم. يا جماعه انا عايز بس اقول كلمه لاهالي الشباب دول، انا عايز اقول لكم ان الموت مش كله شر، والله الموت مش كله شر. الموت مش وحش لو كان يعقبه جنه ونعيم ورؤيه رب العالمين، الموت مش وحش، بالعكس ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا قصص في القران كتيره جدا كان الموت فيها خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انتم عارفين كان من دعاءه اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي واميتني ما كان الموت خيرا لي، والموت خير من الانسان من الفتنه، لكن هو الفراق اللي بيبقى صعب جدا. عشان كده عايز احكي لكم قصه لحد من الناس اللي سبقونا، وهو كان ابا الحسن التهامي. وكان ابا الحسن التهامي بلغ من العمر 80 سنه ولم ينجب، وانتم عارفين يعني الواحد لما بيبقى عمره كبير ولم ينجب ويحصل بعد كده انجاب بيبقى قلبه معلق بالمولود. فبعد 80 سنه انجب ولد. فبعد ما انجب الولد صار بقى يعني متعلق بيه جدا، خاصه ان الولد بدا يكبر سنتين وبدا ان هو يعرفه وبدا ان هو يحب الدنيا ويكره الموت، يعني ابنه بقى ظهر. فهو بيلعب معاه، الولد وقع من ايده مات، فبقى حزين حزن صعب جدا ومش مصدق اللي حصل ده، والناس قعدت تواسيه كتير، لكن هو من كتر حزنه كتب قصيده رثاء فيه من اعظم القصائد، يا ريت ان انتوا تتابعوها وتقرؤوها، الى ان هو بعدها بايام مات. فلما مات جه لحد من قرايبه في المنام، وزي ما انتوا عارفين حبايبي ان المنام هو الجهاز اللاسلكي بين الاحياء والاموات، فمحدش يستقل باي حد من الاموات لما يجي له في المنام يطمنوا عليه او يطلب منه شيء يعني. وان شاء الله ابقى احكي لكم حاجات من الحاجات ديت ان شاء الله في حلقاتنا الجايه. لكن لما جه لاحد اقاربه في المنام قال يا ابا الحسن ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي وادخلني الجنه. قال بما؟
وهو ده اللي انا كنت عايز اقول لكم، انت ما تعرفش لعل الامر ده ان شاء الله يبقى سبب دخولك الجنه، وما تقعدش تحسبها وتقول ده ابني كان في عز صباه، ده كان لسه في صحته. الله يعلم ونحن لا نعلم، ما تعرفش ايه الخير في كده. الخير لو مريضة وربنا ريحها، ما تعرفش ايه الخير. المهم لما هو قال له غفر الله لي وأدخلني الجنة، قال بما؟ قال ببيتي شعر قلتهم في ابني حينما مات. قال وما هما؟ قال جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواري وجواره. يعني النهاردة هو راح فين؟ الشباب اللي مات بتاع زفتة اللي الناس كلها حزينة على، راحوا فين يا جماعة؟ راحوا عند ربنا. الموت مش آخره التربة اللي احنا بنحطهم فيها ونمشي، لا، الحياة بيتبعها الحياة البرزخية زي ما انتوا عارفين، ثم الحياة الآخرة الأبدية. فبعد الموت ده بينتقلوا إلى الحياة التانية اللي بيبقى فيها لا إما جنة ونعيم، لا إما بيبقى فيها أمر تاني. فإحنا مش عايزين نحط في دماغنا هو الفراق اللي صعب، بس أنا عايز أصبر الناس وأقول لهم إن عبد الله بن عباس لما مات أبوه العباس وكان الأمر شديد على قلبه أو حزن حزن شديد جدا، فمش لاقين حد يواسيه يعني يقول له كلمة تهدي قلبه، فدخل عليه واحد من الأعراب وقال إن جوار الله للعباس خير لك. يعني العباس لما يجاور ربنا الجوار ده خير من هو يبقى معاك، وأجر العباس لك خير لك من العباس، يعني الأجر اللي انتوا هتنالوه إن شاء الله يبقى خير لكم كبير جدا. لكن هو الفراق اللي بيتعبنا، وأنا عايز أتكلم في إن الفراق الأمر يا جماعة منتهي. الناس ديت أو الشباب ده ما ماتش وإحنا هنتنينا موجودين، لا، هم راحوا وسبقونا وإن شاء الله إحنا هنروح لهم، هي مسألة وقت. نستغل حياتنا، ندعي لهم كتير، نعمل لهم صدقات، وإن شاء الله حلقتنا انتهت، لكن إن شاء الله حكايتنا ما انتهاش، وكل مرة هيبقى معانا ضيف جديد. أشوفكم على خير الجمعة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.